طب بقول لك ايه، احنا اتفضلي. معانا تليفون، هتعرف مين اللي معانا لما هي تقول الو. ماشي، قول لها الو. الو الو الو، ايوه، ازاي مش عارفني؟ ايه الصوت مش واضح؟ بس ازاي مش عارفني؟ ايه ده، ملوكه؟ ازيك؟ الحمد لله. ملوكه ام مليكه حفيدتي. يا حياتي، حضرت اسبوعها كانت جد. ازيك يا لوكا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد طيب، ما شفتوش بعض بقالكوا قد ايه؟ لا اصل لا، ما بيحوشونا بسرعه. ثلاث ساعات. ثلاث ساعات. ثلاث ساعات بحالهم. هتلاقي مليكه بتوحشوا اكتر منك بكتير. لا كده كده، ده طبعا خدت خلاص الجو منك. مالك، كلميني عن اسماعيل فرغالي اللي ما عرفوش. هو اسماعيل فرغالي ما فيش حد ما يعرفوش للاسف. ايوه، منتشر انتشار عرضي. لا لا، كلميني عنه كبابا. لان انا كلنا اصلا ما كناش متخيلين ان هو يبقى جد، يعني بجد، يعني ما حدش يتخيل هو بجد مع مليكة عامل ازاي. عايزين نعرف. الحنيه مش طبيعيه بجد، يعني بيخاف عليها من الهوا، يعني اكتر مننا احنا شخصيا. احنا خلاص اتكلمنا على الرف بالمعنى. لا يا حبيبتي. وبيدلع طبعا ويبوظ، ما حدش بيعرف يكلمها طول ما هو موجود. طبعا كل يعمل اللي هو عايزه، نضارته اللي بيخليها تقعد تشد في نضارته وعيب. طب نقول له طب قد ايه؟ 8 شهور. يا حياتي. ملك، عايزه اسالك بقى، هل بتشوفي بابا وهو بيذاكر للادوار؟ هل بتساعدوه ان هو يختار دور معين؟ تقولوا له لا ده مش حلو، لا اعمل ده، ولا ما انتوا زينا كده زي المشاهدين بتفاجئوا بالدور على الشاشه؟ لا طبعا، بنبقى معاه دايما، ونحاول يعني ان هو يبقى طالع باحسن شكل اكيد. بصراحة هو في يعني على الكاميرا برضو، برغم يعني غير البيت، بيبدع بصراحة. بتحبيه في انهي نوع من الادوار اكتر؟ اكتر دور بتحبي تشوفيه له؟ اكتر دور بحب اشوفه هو بتاع احسن مسلسل لغايه دلوقتي عجبنا كلنا، بتاع اكرم حسني. مكتوب عليا. مكتوب عليا. ايه الفرق بين شخصيه الاب هنا واسماعيل وهو اب في البيت؟ قولي، مفيش فرق. الفرق ان مفيش فرق بصراحه. انا عارف. ايوه، اصل كل الناس اللي شافت الدور ده حست ان هو بجد كان بيتكلم طبيعيه. يعني هو اب مصري. هو اب مش تمثيل على فكره. لا مش تمثيل خالص. بجد فعلا حسيت ان هو كان بيكلمنا احنا. يعني انا بتغاضى عليكم يا ملك؟ لا خالص. قول يا ملك ما تخافيش. انت مروحين يا ملك. مش مروحه. ربنا يخليكم لبعض. الله يخليكم. ميرسي يا ملوك. عايزه بس اقول ان احنا بنتشرف بيه جدا والله. حبيبتي ربنا يخليك، اراضيك انا لما اروح ان شاء الله. يعني خلاص كده هنعمل معاك واجب لما نروح. حبيبتي يا لوك.